دكتور سعد، واحنا في الامارات وفي الانديه اللي حضرتك ذكرتها خصوصا في دبي، كان هناك مطلبا ان يبقى في اكاديميات مع بالتنسيق مع النادي المصري هناك، ولدرجه ان احد في العين يعني الاشقاء من دوله الامارات يعني قال بس تعالوا واحنا هنوفر لكم كل التسهيلات من ملاعب الى اخره. فهل نتلقف هذه الفكره ونبتدي نسوق بقى بشكل مختلف للاكاديميات بتاعتنا في الخارج؟ احنا مش نبتدي، احنا بدأنا، وبالفعل احنا افتتحنا يوم ما كنتوا انتوا في الامارات، اتفتحت اكاديميه النادي الاهلي الجديده لكره القدم مع الشريك الاستراتيجي الجديد لكرة القدم، ولأول مرة كمان نفتح في الإمارات العربية المتحدة مش بس أكاديمية كرة القدم، بقى هناك أكاديميات السباحة للنادي الأهلي، أكاديميات السباحة للنادي الأهلي في كرة اليد أيضا، وفي كرة السلة، وفي كل الرياضات اللي لها نموذج موجود داخل النادي الأهلي في جمهورية مصر العربية، أصبحت هناك شغالة وانطلقت الأمور الحمد لله أثناء ما كانت البعثة موجودة في دولة الإمارات أثناء بطولة كأس العالم للأندية. إحنا بدأنا بالفعل، والشركة إن شاء الله إحنا يعني رخصنا لها بحق تشغيل واستثمار أكاديميات النادي الأهلي في دولة الإمارات بشكل كبير جدا، وإن شاء الله الشركة منطلقة، هي شركة متميزة أيضا وبتنظم في تسهيلات وبنية تحتية رياضية أيضا متميزة تليق باسم النادي الأهلي وتليق باسم الجالية المصرية اللي موجودة هناك، ومن أبناء خارج الجالية المصرية أيضا في دولة تحمل كل الرقي وكل مشاعر الحب والود للنادي الاهلي الامارات العربيه المتحده. واعتقد يمكن انا كنت متابع مع حضرتك واستاذ ابراهيم مذيعنا الاماراتي الجميل عامر، وهو فخور بالنادي الاهلي، فاحنا بنعتبر ان النادي الاهلي في الامارات ده شيء طبيعي، وبالفعل اشتغل، والحمد لله عندنا اكثر من مشروع في الفتره اللي جايه ان شاء الله شغالين عليه. يدفعنا هذا باذن الله الى التعميم في سائر دول العربيه الشقيقه، وخصوصا وأنت لك أيضا الذراع العميقة في المملكة العربية السعودية من مواقع تجربتك. هل ده هيكون حافز لينا أن احنا بقى نبتدي ننتشر في كل هذه يعني الأقطار الشقيقة؟ عندنا حاجة إن شاء الله برضو في يعني في البلورة النهائية في أحد الدول العربية الشقيقة، هنعلن عنها في الأيام القادمة إن شاء الله، برضو حاجة أكاديميات موجودة لينا إن شاء الله فيها، واحنا ماشيين عندنا كان عندنا حد يمكن اول امبارح برضه من الجاليه المصريه النادي المصري في احد الدول العربيه الشقيقه تقدم بطلب رسمي، وقعدنا مع الكابتن شطه وقعدنا مع المدير التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم عشان ندرس برضه اليه التنفيذ في هذه الدوله. عندنا يعني ان شاء الله اكثر من اكاديميه، بس احنا زي ما انت عودتنا يا كابتن عدلي ما بنتكلمش ونعلن عن حاجه لما تكون انتهت واتعملت وخلاص بنشتغل ان شاء الله. طيب هل في المشروعات الانشائيه في مقرات النادي في حاجه قريبه على وشك الافتتاح؟ يعني في الحقيقه طبعا احنا تجمع ان شاء الله على وشك ان شاء الله في الاشهر القريبه ده يتفتح فرع بالكامل، فرع على 50 فدان ان شاء الله نبدا نشغله، نبدا يبقى موجود في خدمه اعضائه، ده واحد من الحاجات المهمه. عندنا ايضا مشروعات موجوده في الشيخ زايد ان شاء الله، عندنا مشروعات في مدينه نصر منها ملاعب البادل ان شاء الله في القريب، يمكن يعني حاجه قريبه جدا، وافتتح 4 ملاعب بادل موجودين في مدينه نصر. ايضا في الشيخ زايد النهارده يمكن كان موجود كابتن محمود في زياره ومتابعه للشيخ زايد، وكان عندنا الصيانه الدوريه لملاعب التنس بالكامل في الشيخ زايد شغاله ايضا، يمكن في خلال اسبوعين يفتح التجديد بتاع الصيانه الدوريه ليهم بصيانه كامله للملاعب التنس ان شاء الله. هنبدا عليه في برضه في الجزيره على طول بعد ما نخلص الشيخ زايد ملاعب التنس، هناخده في ملاعب التنس في الجزيره، لان عندنا بطوله يوم 24 هتبدا وتبتدي يوم 13 مارس تخش فيها على طول. في الحقيقه عندنا اكثر من مشروع وحضراتكم يمكن متابعين معانا شغالين فيهم، ان شاء الله باذن الله في القريب يروا النور وفي خدمة أعضائنا في كل فروع النادي الأهلي. تمام يا دكتور، شاكرين حضرتك جدا على هذه المداخلة، وإن شاء الله المزيد من الأخبار السارة لأعضاء النادي وجماهيره. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور سعد شلبي
المدير التنفيذي للنادي، واعتقد حط حضراتكم في الصوره الكامله سواء من حيث التسويق التعاوني لعضويات النادي من خلال شركه فاليو، وازاي الاليه شغاله من خلال اداره الاشتراكات في النادي، او في قرب الافتتاح باذن الله الكبير لفرع الاهلي الجديد في التجمع، بالاضافه الى المنشات الجاريه في الشيخ زايد وفي الجزيره وايضا في مدينه نصر.